السلام عليكم. هسه راح نبلش نشرح عن الجرين هاوس. جرين هاوس جازز تسمية الجرين هاوس. الجرين هاوس جازز سي او 2 جت 4 اللي هي هذا بيعمل جلوبال وورمينج. تمام، كيف تعمل عملية الاحتباس الحراري؟ كيف تحدث؟ يقول لي أول شيء أشعة الشمس بعضها تمتصها الأرض، بعضها تنعكس، ولكن وهو في طريقه الأعلى تلاقي غازات معينة. ببساطة عندي أنا هون شمس، تمام؟ الشمس هاي ودت لي إيش؟ سطح الأرض ودت لي أشعة، اللي في منه انعكس فات لجوا الأرض، فات يعني خلص امتصوا الأرض، بس واحد منهم انعكس. هسا وهو منعكس لك قدامه ايش؟ غازات. لك قدامه غازات. شو هاي الغازات؟ اللي هي الجرين هاوس غازز. تمام، لك هاي الجرين هاوس غازز. شو هاي؟ شو بحدث؟ بقول لي هون اسود، بقول لي لما لقى الغازات مما يؤدي إلى انعكاسها مرة أخرى إلى الأرض، وهكذا تتم العملية، وبالتالي تتم تسخين الأرض بشكل أكثر. يعني ملاقي الغازات رجعت على سطح الأرض، تمام؟ رجعت على سطح الأرض. هذا الشيء لما تصير الأرض تطلع تنزل وهكذا، شو بصير؟ تصير الأرض تسخن. هسه بحكي لي خلاص نمسح الرسمة، فهمت كيف بصير عملية الجرين هاوس؟ بحكي لي وجود هاي الغازات بشكل طبيعي جيد، لازم يكون في غازات، مما يؤدي إلى تدفئة سطح الكرة الأرضية، تمام؟ أما إذا كان زائد عن حده، يكون ضار جدا ويحدث الاحتباس. سبحكي لي إذا لم يكن هناك هذه الغازات، لم يكن هناك تدفئة، فيش تدفئة، مما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة. يعني هسه هاي وجودها نعمة غازات، بس كثرها نقمة. تقول لي عندما هاي هسه عيوبها، عندما ترتفع درجات الحرارة تحدث ظاهرة سيئة وهي ذوبان الجليد، مما يؤدي إلى زيادة مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى ظهور فيضانات تسونامي. هاي عملية البناء الضوئي، عملية الجرين هاوس غازز، شو بصير؟ أقول اللي بصير. شلون تكون فهمت؟ هنبلش هسه بالغازات الثانية وننهي المادة بإذن الله. تمام، هسه راح نبلش بشرح عن غاز الميثان. الميثين CH
في اتفو هون مي سيما. كيلي هاف انذر جرين هاوس غاز، انذر جرين هاوس غاز. بيقول لي produced by bacterial fermentation under anaerobic condition. بحكي لي كمان bio gas high potential for energy recovery. كلي كمان result of human food production. وكمان بيقول لي عندي rice production من الرز، عندي livestock. بيقول لي هاي نصه من هاي العوامل، نصه من هاي العوامل، هاي العوامل بنتج منها نصها. وبقول لي كمان فصل فيول يوز يجي منه الثلث، يجي منه الثلث. تمام، هذا ايش غاز الميثان. عندي غاز ال NOx NOx ال NOx اللي هم ال NO و الـ NO2. تمام، بيقول لي هذا resulted from burning of fossil fuel. فبيقول لي هذا بنتج من الـ burning of fossil fuel. فبحكي لي أول شيء السورس إله، في عندي thermal وفي عندي fuel، هاي مصادر لـ NOx. بيقول لي هذا بنتج من air اللي هو N2 plus O2 plus heat درجة حرارة، تعطيني ايش الثيرمال NOx. الفيول O NOx بيجيني من الفيول plus air N2 plus O2 بيعطيني emission بلس اش. احكي لي both thermal and fuel can be significant contributors to total emission. يعني التوتال ايميشن بتكون من الثيرمال ايميشن والفيول ايميشن، but fuel is the dominant source. ف من هاي الجمله بعرف انه الفيول هو المصدر الرئيسي، بس الثيرمال والفيول هم مع بعض بيعطوني التوتال ايميشن. بحكي لي 95% of anaerobic emission of NOx are in the form of NO. هو عبارة عن greenhouse gas. قل لي NOx react with مركبات اسمها ال VOC، رح نحكي عنها كمان شوي، in the presence of sunlight. يعني sunlight مع ال VOC تعطيني شيء اسمه form photochemical oxidants that have adverse health consequences, forming photochemical smog. كيلي الـ NO بشكل عام حكينا ملخص له هو جرين هاوس غاز. بقول لي عندي ثيرمال وفي عندي فيول، 95% من الـ NOx بنتج لي NO.
بحكي لي ان الان او اكس بشكل عام بتفاعل مع الفي او سي بوجود السن لايت، لازم السن لايت بينتج عندي مركبات اوكسيديشن بشكل عام، عمل لي كونسيكونس مشاكل بالصحه، وكمان بيعمل لي ظاهره اسمها فوتو كيميكال. هاي الظاهره كثير مهمه، هاي الظاهره اللي هي زي الضباب الدخاني وين بالمدينه، ضباب دخاني بالمدينه. هسه بدنا نحكي عن الفي او سي كومباوند، الفي او سي كومباوند اللي هي عباره عن بايو داي اورجانيك كومباوند. بحكي لي الفي او سي اكس بلس ان او اكس بلس سان لايت بكون لي اوزون. بحكي لي هذا كلياته انتر ذا اتموسفير وين سولفنت فيولز اورجانيك ايفابوريت. بقول لي كمان resulted from incomplete combustion of fossil fuel for transportation and industrial activity. بقول لي بشكل عام الـ NO to create O2. بقول لي الـ NO destroy O3. تمام. فأنا استنتجت من الـ VOC إنه بحدث من هاي المصادر، وكمان اكتشفت إنه الـ NO2 بيصنع لي أكسجين، أما الـ NO بدمر الأوزون. هاي عن الـ VOC. خلينا نشوف شو هن شرحنا الـ NOx. هاي شرحنا كل الـ NO. بقول لي هو global warming. تمام. هسه بدنا نحكي نشوف شو هون اللي حكيناه. بحكي لي السن لايت بتعمل لي فوتو كيميكال سموج طبعا مع ال NO X، وهاي ال VOC المركبات كل اللي حكيت عنها، كيف ال N2 بتفاعل مع ال O2، واخر شيء الناتج النهائي ال NO2 ما بتعمل كريت لل O3 وال NO destroy O3. بدنا نحكي عن الـ SOX. الـ SOX بيقول لي 86% من 15 مليون تونز بارير of anthropogenic sulfur oxide emission اللي هو SO4 SOX emission are resulted from fossil fuel. هو المصدر الرئيسي للفوسيل فيول. 5% بيكون من الهاي واي فيكل. فهسه هذا الاشي بيعمل لي الأسيد رين. الأسيد رين اللي هو المطر الحمضي. المطر الحمضي بتكون من الـ NOx والـ SOx. أسيد رين NOx و SOx. تمام. فهذا الهاد شو صفاته؟ Strong acid Heavy water Soluble، يعني بيذوب بسرعة. كثير كثير مضر هذا المطر الحمضي. تمام. بدنا نحكي هسه عن الكلوروفلوروكربونز اللي هي السي اف اس. بيعمل لي هذا عمليه اضمحلال الاوزون. اضمحلال الاوزون بيحذف الاوزون من السيستم، اللي هو الكلوراين بيحذف الاوزون من السيستم. بنلاحظ انه الاوتو لو تفاعل مع الالتروفايولت بيكتب لي اكسجين. الاكسجين لو تفاعل او الأكسجين بتفاعل مع الأوتو، الأكسجين بيعمل لي O3. الO3 الأوزون مع الألترافيولت بيعمل لي أكسجين. كمان مرة لما أحط CFC بيعمل لي كلور as a free radical. كلور ينتج as a free radical. نتكلم عن الرصاص. الرصاص بكل بساطة هي شغلات حفظ. lead is emitted into atmosphere primary. كذا كذا. هاي lead. هاي شغلات كلها حفظ. يقول لي في عندي 4 روتس اوف انتير. 4 روتس اوف انتير بعرفش ده مكتوب هون. هي مكتوبه الانهيليشن
نكتبهم. Four fruits of interest. في الأولى inhibition. اثنين digestion. ثلاث contact. وأربعة injection. هذول الأربعة four fruits of interest. المكتوبات كلياتهم هسه بنحكي كمان عن البراكتيوريك متر البي ام. البي ام بيقول لي في عندي مكونات إله الايروسولز هاي بتكون بارتكل قدم صغيرة كثير اللي هي 0.005 مايكرومتر ل 100 مايكرومتر. كونتست اوف ليكويدز في عندها ميست اللي هي ليكويد وعندها سوليد اللي هي الفيوم اقل من 30 مايكرومتر. بيقول هون ديفرنت سيتلينج فيلوسيتي ديبندز اون سايز اند دنسيتي. واخذنا اذا بتتذكروا بالشابتر للتريتمنت حكينا عن السيتلينج فيلوسيتي وحكينا قانونها دي تربيع فرو في جي على 18 ميو. تمام هذا وين مش بالمياه هذا بالهواء. قانون السيتلينج فيلوسيتي بصير هيك دي تربيع فرو في جي على 18 ميو. الرو اللي هي بارتكل دنسيتي والدي ديميتر للبارتكل والان هاي ميو للاير فيسكوسيتي للاير ثابته والفي اللي هي سيتلينج فيلوسيتي والجي اللي هي الجاذبيه الارضيه. هون بيقول لي مثال فاند سيتلينج فيلوسيتي اوف سفيريكال دروبليت اوف ووتر وذ مايكرومتر ديميتر 2 في 10 قوس سالب 6 اند استيميت ذا ريزيستنس تايم. الريزيستنس تايم اللي هو عباره عن اتش على ثيتا حكينا عنه من قبل. هاك على ثيتا بيساوي الفيلوسيتي فيلوسيتي بتساوي او الثيتا بتساوي اتش على في. لما تطلع الاتش بكون معي الاتش هيو معطيني الاتش 1000 متر والفي الفيلوسيتي اللي بتطلعها. تمام في بتساوي كذا التايم اتش على ثيتا او اتش على في بيطلع معي 91 يوم وانا بطلع بالسكند وبحاول 91 يوم. تمام هسه بدنا نحكي عن الاميشن سورس. بدنا نحكي عن الاميشن سورس. الاميشن سورس خلينا نحكي عنهم كتابه احنا ساعه بنحكي اميشن اميشن اميشن. طيب الاميشن من وين بنجيبه؟ الاميشن سورس فين ده؟ اول شيء الموبايل يعني السيارات فانس transportation motor vehicle emission اللي هو يعني البنزين تدعس بنزين. عندي اثنين stationary stationary اللي هي coal fired power plant. Manufacturing plants, oil, refinery. الشغلات من الإميشن سورس. هسا الموتور فيكل موتور فيكل هسا بنحكي الموتور فيكل طبعا بعتذر على الانقطاع موتور فيكل اميشن اللي هي الكارز اند تراكس هذول كلهم بيعملوا اميشن. هسه شو بدي اعمل؟ عندي اكثر من شغله. الفيكل اميشن كنترول خلينا نشوفهم من السلايدات اسرع الكتابه هذول مكتوبين هون الشغلات هين. الفيكل اميشن كنترول كتلاك كونفرتر يوزنج اوف كلينر فيور يعني بنزين نظيف الكتريك اند درايف فيكلز فند الهايبريد الكتريك فيكلز. يعني انا مشان ما اعمل تلوث بستعمل هذول الشغلات سيارات هايبريد سيارات على الكهرباء بنزين نظيف مش وزخ وهكذا. هسه كيف تحسب البوليوشن فاكتور او البوليوشن ايميشن كالكوليشن؟ فبت عندي قانون بحكي لي الاي الاميشن
يساوي A طب emission factors في 1 ناقص ER على 100. تمام، راح تقول لي شو هذا؟ أقول لك هذا emission control efficiency. control efficiency وهذا كامل removal efficiency أو reduction، يعني ركزوا عليها هاي مثل مهم جدا. الـ EF emission factor والـ A اللي هي الـ activity اللي هو النشاطات اللي عملها الإنسان مثلا. الـ EF ثابت من جداول. تمام أعطاني مثال، قال لي أن إنجن بيرنج 20,000 متر تكعيب غاز بير داي، هاي الـ activity يعني الإشي اللي عمله الإنسان. كلات CO2 emission، CO2 ليش؟ مش نروح على الجدول وأجيب الـ CO2 emission. قال لي إذا الـ emission factor 7.2 والـ efficiency 80% نطبق القانون A 20,000 اللي EF 7.2 على 1000 نتاج 1000 1 ناقص 0.8 بس. لما قال لي reduction efficiency بتكون هي كاملة 0.8. هسا عندي الـ indoor pollution، عندي توباكو سموك واسبرس ورادون، هاي الشغلات بالإندور. هسا بآخر موضوع بالمادة حتى لو ما شرحناها احنا شارحينه من قبل، نطبق الماس بالانس بالمنزل. الماس بالانس بالمنزل هو عبارة عن تمام، هذا الموضوع أخذناه بالماس بالانس. بكل بساطة بحكي لي الأكوميوليشن بتساوي كيو سي اي ركز الهواء ناقص Q C minus K C V زائد source اللي هو الإيميشن. تمام، فبالتالي C at any time هو بده C at any time concentration بتساوي E على V اللي هي الفوليوم زائد C A في Q على V على Q على V زائد K مضروب في قانون طويل. خلينا نجيبه من السلايد. E على V زائد C على E في Q على V على Q على V زائد K 1 ناقص exponential ناقص K على V زائد K في T زائد C نوت في exponential سالب K على V زائد K في T. ال V اللي هي الفوليوم، ال E الـ emission rate اللي أنا طلعته من فوق، ال C اللي هي الـ indoor concentration، ال C الـ ambient concentration، وال Q كيميك فلوريت والتينوت الانيشال كونسنتريشن اوف بيلدينج. تمام، الستيدي ستيت بيقول لي دي سي على دي تي تساوي زيرو، في سي انفينيتي تساوي كيو سي اي زائد اي على كيو زائد كي في في. تمام الستيدي ستيت بتصير المعادله زي هيك، سي تي اي على كيو 1 ناقص اكسبوننشال سالب كيو على في في. هاي هي معادلة بتصير. طيب ليش شو اللي صار؟ اللي صار انه عند البيتين كونديشن او البيتين كونديشن سي اي زيرو والسي نوت زيرو والكي زيرو. تمام، بس وهاي الجداول مش داخلة، وعندي هذا الاكزامبل الاخير، عندي هذا الاكزامبل بحكي لي ان في كورسين هيتر از اوبريتد فور 1 اور in an apartment the volume 200 متر تكعيب the heater emits CO2 rate له 50 microgram كل second ambient air concentration CA initial concentration C note كذا if the rate of ventilation is 50 and air is apartment is well mixed يعني C بتساوي C out what will be the indoor concentration of at the end of 1 hour. هاي الحل بتطبق السي تي بتساوي اي على في زائد سي اي كيو على في، طبقت القانون بس تطبيق مباشر وانتباه للوحدات. عندي مثال بالكتاب بيقول لي اذا كان عندي بيسك كونديشن كانه بطبق القانون سي انفينيتي والاي. وهيك ان شاء الله بتكون انتهت الماده، وظل علينا فيديو حل اسئله. فيديو حل اسئله كثير سهل وبسيط، ان شاء الله يكون ما قصرنا بالمادة. إن شاء
قالوا ان الايفوليوشن كان سهل مفهوم، اغلبه حفظ جزئية الحل اخذناها بالماس بالانس، ما في اشي جديد. المادة ان شاء الله كان اسلوبها احسن من شرح اي مادة ثانية، كان شرحها زي وايت بورد، والباقي كان حل اسئلة. ان شاء الله نكون ما قصرنا، واي سؤال بالمادة او على الفاينل، انه هاي الفيديو يعني تدرسوا وقت الفاينل، نكون معكم بأي وقت. يعطيكم ألف عافية.